الكائن البشري هو أشبه بعضلة حرة يعني يجب أن تكون حرة بشكل دائم يعني هي ترسم بما تقدر على إنجازه. طاقة اللوحة تبعي أنا هي أكبر مني صراحة، يعني أنا لا أتحمل أني أنظر اللوحة تبعي فيما بعد من كثر الطاقة الضخمة اللي عم تحويها تعبيريا مثلا. طبعا إذا وصلت مرحلة هذا موضوع يعني عالي المستوى. أنا مدرك أن اللوحة تبعي عند الآخر هي تعطي المشاعر هذا. طبعا في ناس بيتقبلوها بخوف، طبعا في ناس تقبلوها بمحبة، في ناس بيستمدوا منها طاقة وأمل يعني. بس أنا لما أنظر للوحة تبعي بتذكر اللحظة اللي رسمتها فيها. هذا اللي هو اللي عم يسبب لي أزمة برؤية اللوحة تبعي، إنه هي وقت الألم تبعي، وقت الشدة، وقت يعني أنا ما برسم عمل إلا كله بكون جسدي متكسر يعني هذا الإنهاك أو التعب أو موجود باللوحة. لكن بنفس الوقت يعني فيهم جبروت يعني او فيهم مقاومه او بيعطي للناس المستضعفين او اللي عندهم امراض سيكولوجيه بيعطون مجال للراحه يعني. انه اذا العمل له هذا التاثير او اللوحه تبعي بتعطي هذا التاثير البالغ هذا مهم يعني. أنا بنظر للحياة بكل تفاصيلها ومرادفاتها بعين العصفور، أنظر عن بعد. بشوف أقوام عم تتصارع، بشوف قوميات عم تتشاكل، بشوف حضارات عم تتصارع، في حضارات متخلفة، في حضارات متقدمة. أنا ما بدخل بزنق حالي بخانة اليك، بوضع يعني أنثروبولوجي أو قومي أو ديني أو كذا. أنا بنظر الأشياء وبتساءل، يعني أنا الرسم تبعي هو عين العصفور الأصح. اي ممالك اخرى انا اعتبر البشريه بكل ثقافاتها ممالك اخرى مجاوره لمملكه الرسم تبعي. انا بدي احسن المملكه تبعي يعني باقتصادها، بالماء تبعها، بثقافتها، يعني بحسن الذات تبعي. الرسم هو الذات تبعي، هو الشفافيه البالغه اللازم ما بتتشوه مع الاخر. اي حدث عم يتم بالممالك الاخرى انا اراه كحدث عند الاخر وليس حدث عم يمسني شخصيا. يعني انصابه خراب بواسي، انصابوا غباء او غفله او دخل في طريق خاطئ، انا مدرك انه هذا الطريق الخاطئ تبعه بده ياخذ له نتائج هيك. بصراحه انا شاهد بالتاريخ، يعني بشوف الاسباب تبعهم، بشوف نتائجهم، وانا ما بيورطوني يعني، هن ورطوا نفسهم بنفسهم. المجتمع البشري ورط نفسه بنفسه.
يعني ما في شك انه في بوغراندا كاذبه، في مافيا بالعالم كاذبه، في عالم مشوش بكل مصادر المعرفه تبعه. الناس النورانيين او اللي عندهم الحقيقه دائما هن مدعوسين بالصرامه بالعالم كله طبعا. في لغه القوه يعني هي اللي عم تثبت وجوده. يعني صعب انه تضع الملح على الجرح، يعني تزداد وتيره الالم بشكل كبير يعني، او لا يرى بطريقه صح. المفروض اذا في واقع اجتماعي يعني في رغد وفرح او في مسرات مثلا، ممكن بترسم او بتبين اراء قاسيه تجاه بعض الاشياء، تظهر الجانب الاخر من الحياه. لكن اذا كانت الحياه قاسيه وعنيفه وفيها كوارث وخراب، لا، لازم المفروض تعكس هذا الامر الى شيء اكثر بنسميه هدوءا او فتح افاق او امل. يعني انا اعتبر هدول هن الاطفال تبع الكبار تبع الاعمال الاولى، يعني او هن المراحل المراهقه او الصبايا او الصغار بالبيئة العمل الاول تبعي. لكن الان لما ارسم صار لي شيء 3 سنوات اعمال مختلفه عن ما هو موجود، لانه عندي تنبؤ على القادم انه كلها حتفرش. العالم بده يعيد حساباته مجددا، وهو درس من التاريخ. يعني بيرجع بعد سنوات قادمة على فترات فيها قحط وجذب وتصحر، وفي قحط في أيام فيها خير. يعني أي فقر موجود بالعالم أنا بيؤلمني. يعني أنا صعب الآن بنظر إلى مجرد مقطع بسيط من ثواني معدودة بالتي في مثلا على شيء مؤلم، ورؤية الدم نقطة واحدة إن كان من حيوان أو من كائن بشري بتؤلمني مثلا.
على عكس ما بيتوقعوا الآخر، أو بيشوفوا أنه أنا ممكن بحب هيك أو كذا. أنا بكره الموسيقى الصاخبة مثلا، بحب الموسيقى الهادئة. بس يعني أنا صادق، أنا برسم اللوحة كما أريد، هي كما أرى العالم برسمه. يعني حقيقة أنه الناس الفاشلين والضعفاء بالحياة هن موجودين بكثرة بالغة، يعني هن بيحكوا أنه مسخ وجميل وتعبيرات هاي. في كائن عم يوجد، يعني أنا خلقته، أوكي، خلقته بتفاصيله المتعددة والخاصة. يعني هل في بهذا الكائن موجود عند الآخر بهذه الطاقة التعبيرية أو طاقة القلب الذي لا يتوقف عن النبض مثلا؟ مستحيل. من الجيد أن الفن بيدخل في لعبة، يعني لعبة أطفال، بس كيف اللعبة بتحولها في مرحلة لاحقة إلى جدية بالغة؟ هلا هي بدأت ممكن نسميها بتسلية أو بمهزلة أو بلعبة، لكن ما شفت أنه هذا الطريق اللي ممكن يوصلني إلى اللوحة اللي ممكن أنا بقدم حالي فيها. بس ما كان عندي كيف بنسميه أنه ثقافة بتساعدني على إنجاز العمل اللي بريده أنا. لكن بدأت بالتسلية، بالمران، بالتحماية مثل الرياضية مثلا. بعدين مريت في أسس أنه كيف يعني لكل منطقة أو لكل مرحلة له موجباتها. فيما بعد لما شفت أنه العمل يعني عم يدخل رويدة رويدا، يعني إلى أفكاري، إلى دماغي، إلى الأشياء الخاصة، تعاملت معه بجدية بالغة القسوة. أصبح الرسم عندي يعني هو مدار 24 ساعة بدماغي وتفكيري. أصبح هو مملكة أنا بحيطة بحراسة شديدة. أي آخر هو ما دخل لتفاصيل حياتي أو اللوحة تبعي، إذا هو غير قادر أن يكون أفوكا يعني دقيق أو محامي عن اللوحة تبعي. أنا المحامي الأول والأخير عن اللوحة تبعي. وفي مثل بيقول لك الحقوق يلزم محلوق. أنا أعتبر الحلق تبعي أو الصوت تبعي هو الرسم تبعي. نتاج العمل هو أولا وأخيرا هو المرتكز، والباقي هو تفاصيل أخرى، يعني تفاصيل يعني بتضيف بشكل يعني بسيط للمنتج الأساس، بس اللوحة هي الأساس بالنتيجة.
ده موضوع يعني بالرسم ما حد اقترب منه كتير، يعني عالم الأطفال مثلا كريجات، عالم اليوغا مثلا ما حد اقترب منه. بحب ادخل بمواضيع الرسامين بشكل تاريخ الرسم مقترب منه يعني بشكل مباشر، يعني انا بحاول بقترب. يعني الوصول ما كان سهل يعني، بس بذل جهود هائلة يعني على مستوى الشغل والرسم والعزلة، واستمر هذا سنوات. طبعا سنوات فيها فشل، فيها أيام مؤلمة، أيام قاسية. طبعا في ناس كتير معرقلين للنجاح تبعي كانوا، وفي ناس أيضا كمان ساعدوني إلى الأمام. بس يبقى صناعة العمل الفني يعني مو هو إرادة داخلية، يعني إرادة ذاتية. من الضروري أنه كان الشغل على الذات، واشتغلت على هذا الموضوع. اعتبر حالي كأني دخلت طفل صغير يعني، وبدأت الحبو يعني خطوة خطوة. تعلمت اللغة، تعلمت الأشياء، تعلمت التحدي، دخلت الفن في مراحل متعددة. يعني اللوحة الآن بشتغلها هلا مختلفة عن البدايات، مثلا مختلفة اختلاف جذري. أنا بدأت هيك، بدأت بشكل عصامي وما زلت. يعني الآخر يجب أنه بيفكر بهذه الطريقة، انه مشروع الشخصي بيدافع عن فكرته، بيدافع عن اشيائه، ما بتلقى توجيهات يعني من الصح والخطأ على العمل تبعه. يعني انا ما بسير اللوحه، اللوحه هي بتسيرني. هو اللي عم يقترح مجالات، انه لازم يركب دراجه، او لازم يمسك ورده، او بحاجه انه بيقعد على سرير مثلا، او بيرتاح، او بيتزوج. الكائن عم ياخذني انه يكون عنده عيله مثلا. والصراحه انا ما بحرمه من هاي الطموحات، يعني انا بلبي له طموحاته بشكل لطيف يعني. بس هو اللي بيقول لك يعني هو كان قاسي جدا بالبدايات، متشرد، متوحش مثلا. بعدين هو ربما حب انه ينغمس مع الواقع بتفاصيل حياة البشرية، يعني من زواج واطفال. وانا رسمت اعمال على اسرة، رسمته مع نساء مثلا، رسمته بحفلات العرس تبعه، بالجرافيتا تبعه، باللياقة الذكورية الجميلة مثلا. هذا كله انجزته له، يعني انجزت المحيط المجتمعي تبع الكائن تبعي.
هلا شوف الناس النورانيين مثلا عم يسوي اضافات بالحياه، هن محدودين جدا يعني. وهدول النورانيين ما في شك انه اكثر من 99% هن ضدهم يعني. في ناس يعني على مستوى كل المستويات بيلاقوا صعوبات طبعا، ما في شك يعني. اي صاحب فكره صائبه او صاحب بيحكي بالحقيقه او بيرسم مزبوط يعني مشكله مع الاخر يعني. القتل يوصف عند الاخر هو دم، انا القتل ما عندي يوصف كدم يعني، انما كحل تشكيلي يعني. يعني ما بدخل بحاله ثورجيه او اصوات او كذا. المريض لما برسمه لانه شكله جميل يعني. يعني ما بعطيه حس جيفاري مثلا او انه بدخل بمجالات، لا يعني. انا بصراحه لا، مش يميني ولا يساري، مش ريديكالي ولا يعني ممكن ليبرالي مثلا يعني. كل الثقافات الموجوده ما بدخل فيها يعني. انا بالاساس انسان يعني، حاوي لكل ما هو متناقض في الحياه. طبعا هذا دليل انه انا لما كنت برسم لوحات في البدايات مثلا يعني، لما كنت انا من سنوات ماضيه رسمت العصافير وصار في بعض مجازر العصافير، هلا انا ارتكبت المجازر ولا لا؟ الاخر هو ارتكب المجازر. لما ظهر السارس انا اظهرته ولا البشر اني اظهره؟ مع اني انا تنبأت بلوحاتي على ظهور هيك امراض، وهذا كان شيء سابق يعني. من الجميل انه اللوحه تبعك عم تمشي على تنبؤ قادم. الرسم هو مجال له نهفه او له كوميدي. انا بحب المزاج الجديه البالغه او الديكاليه البالغه مع شيء اسمه تسليه او كوميدي. الرسم بيتيح لك هذا المزاج يعني، يمزج بالحالات المتضاده دفعه واحده يعني. انا اقدم الصيغه المتفق حولها بين كل الناس. انا برسم عندي الناس اللي هن متخاصمين بالحياه، هن متوافقين عندي باللوحه. حبهم وشغفهم واتجاه اللوحة تبعي هو يذوب العداوات تبعهم أمام اللوحة تبعي. وهذا حصل كثير في ناس المختلفين فكريا وعقائديا وسياسيا من الزبائن تبعي، هن متفقين على حب اللوحة تبعي. هذا أمر يسعدني يعني. الأمر يسعدني أكثر أنه فنانين أو رسامين شباب مثلا ما كانوا يعرفوا كيف يبدأوا بالرسم مثلا، صاروا يضعوا سيرتي الشخصية أمام أهاليهم أو أسرهم وبيعطوهم كم سوري او شيء، صار اهاليهم يقتنعوا بانه بيخططوا الرسم بحياتهم.
ما برسم بصيغة الآخر بالنتيجة، أنا برسم بصيغة سبهان آدم، بدنت برسم بصيغة أفكاري أنا، فهي هي في متناول الكل بغض النظر عن إيديولوجيته وثقافته والوضع المعي تبعه والأنثروبولوجي مثلا. هذا مهم يعني أنك تسوي تماس أنت مع الآخر على أهداف أو مسائل كبرى إنسانية، هي يعني الظلم، الحق، العدالة، التغريب مثلا، هذا الكل بيشعر فيه طبعا. بس يعني أنا ما بلامسه مثلا بصيغة تعبوية مثلا من بيئة محددة أنا بقدم هيك، هل معقول أني أنا برسم بأسلوب فنان إفريقي مثلا أو بأسلوب فنان عربي أو شرق أوسطي، يعني في زركشي وفي ناي وفي كذا؟ لا، يجب التواصل باللوحة بالمسائل الكبرى الحضارية، يعني يعني بما أنت بتفكر فيه، يعني المنجز البشري الحضاري اللي عم يتم حاليا يعني من فلسفة وثقافة وغناء بدك تواصل فيه، أعلى ما هو موجود منتج أنت بدك تواصل معه وبتضيف له. يعني ما بالضرورة إنه الشهرة أو السمعة أو العلاقات يعني أو اسمك إنه واصل مثلا في أماكن متعددة إنه هذا بشيء بريحك. يعني في شيء أكبر من المال وأكبر من الشهرة، هو هدف الحياة اللي عم نشوفه، يعني التوازنات اللا الغير دقيقة بالحياة هي بتأثر على العمل. يعني نحن لما أنا برسم أو كذا بحب أفتح مجالات للآخر، مجالات وعي أو مجالات للحقيقة مثلا، إذا بشوف العالم هو غير متزن ولوحتي متزنة أنا أصاب بالضعف، أصاب أنه في رسالتي لحد كبير ربما هي ما وصلت بطريقة صح. اللوحة هي يعني هي أنا، أما اللغة اللي بتكلم فيها الآن هي يعني بتلامس ضفاف اللوحة يعني، أو اللغة تبعي ربما ساعدني ما بتساعدني على إظهار هذا الشيء، بس أنا القلق الموجود أو الحيرة أو هذا التضخم مثلا بالأنا أو أي شيء يعني عم بحاول بقترب من اللوحة، ممكن بلمسها، ممكن بقترب، ممكن بعصرها الآن باللغة تبعي، بحاول هيك يعني. النوراني مثلا ما بالضرورة يظهر في زمنه المؤقت، يعني ممكن يكشف يعني كمساحات يعني تاريخية، بيظهر في زمن آخر يعني ما بيمنع. وأنا بشوف إنه كتير في رسامين بالحياة موجودين ربما في قرى نائية ما دخلوا إلى أماكن يعني إنه كشفوا مثلا، هن مهمين بالحياة، كتير في مواهب مطمورة. يعني أنا أتصور العمل تبعي بس بيوضع على جدار شعوري انه بيهتز الجدار، انه في زلزال شيء 8 ريختر. هلا انا ارى اللوحه هيك، اشوفها هيك، هلا الاخر يشوف الجدار تبعه ثابت ما بعرف، بس انا جداري تبعي متزعزع متزلزل. يعني انا الوقت امامنا اصبح بقل، كل هذا الوقت المستقطع الوقت الباقي يجب انه بفرغه بالانتاج باللوحات. يعني يعني الشخص والكائن كله هذا يعني مو بحاجة للبحث عنه، هو سيأتي يعني، يعني سيأتي بإرادته أو سيأتي بلا إرادته. أنا العمل تبعي ممكن أشبهه كالبنك مثلا، هو لا يبحث عن المال الآخرين، هو المال يأتي لي، أنا لا أستطيع أن أبحث عن الناس، الناس تأتي لي. أنا أفضل أكون مثل روبن هود، يعني بيأخذ من هنا ويزع لهنا، أنا أعتبره هو حرامي نبيل مثلا. Thank you.
الشيء بتعرفوني أنا بعرف كثير أشياء عن الآخرين، عرفت الحياة تفاصيلها، عرفت ما يتم في الحياة من شبابي عن الخدع والكذب، لأني عرفت إنه في خدع وكذب كثير بالحياة من ثقافي و إلى آخره، ما تورطت، انزويت إلى مهنة أو إلى حياة أصح هو الرسم. قررت إني أنزوي عن هذا العالم اللي بيوجع الرأس والمشاغب يعني. قررت إني أبني مملكتي طوبة على طوبة بشكل جهد شخصي فردي. أنا لأني بعرف هذا الشيء من الطفولة، ما حبيت إني أتورط مع المجتمع البشري اللي هو مجتمع قاسي طبعا، مجتمع مغفل عنده تأويلاته وأساطيره الخاصة أو حالاته الغيبية طبعا. حبيت إني أدخل مثل هذا الطفل إلى غرفته، إلى خيمته الصغيرة، بيرسم كما يريد، يعمل كما يريد، بيمارس حريته كما يريد. أنا هلا بضع اللون اللي بدي إياه، الخط الكائن الشخصي اللي برسمه مثلا، ما دمت اللي رسام هو هيك. طبعا إذا كنت شاعر بكتب القصائد الخاصة فيه، طبعا القصائد اللي عم تنتاني. إذا كنت رواية بدي أكتب الرواية الخاصة فيه، رواية العالم أنا بسميها، رواية الأهالي، رواية الضمائر مثلا. إذا كنت موسيقي بدي أسوي موسيقى خاصة فيه، موسيقى أنا أستمتع فيها بعيدا عن كل هذا الموجود في العالم يعني، أنمي الذات تبعي، أنمي المتعة الشخصية تبعي، أو برتاح للمقولة الشخصية تبعي من دون الآخر على الإطلاق. بس أنت سويت هاي الشراكة ما بينك وما بين العمل، وما بينك وما بين الإنتاج، هو ينتقل يعني ديلكتيك يعني إلى الآخر فيما بعد يعني، حيظهر يعني. اللي هو التضحية يعني هي اللي بتقودك إلى أنك تستمر بالعمل دائما. إذا نذرت نفسك لشيء فأنا نذرت نفسي للرسم يعني. أنا حتى آخر لحظة من حياتي بدي أرسم، ما راح يمنعني مرض، ما راح يمنعني مشكلة بالسرطان أو أي شيء آخر، أو حدث أو خراب أو كارثة أو حرب، أنا بدي أستمر. الرسم ساعدني لأني أنجح، هاي رحمة كبيرة لي. لكن في لحظات إذا فشلت أنا أو إني ما حققت فيها شهرة أو سمعة أو إعجاب، أنا أنحر نفسي كالكاميكاس الياباني بأبسط ما يكون. لا أتقبل الهزيمة أبدا. أنا إذا هزمت معناتها صعب إني أعيش مهان يعني بالحياة يعني، مهان بالهزيمة، مهان بالفشل، مهان إني ما وصلت مثلا لما أريده مثلا، هذا الشيء ما بتقبله يعني.